النداء الأخير للسلطان وسحرزاد. الرجاء التوجه إلى البوابة لصعود الطائرة. وصلنا القصر السلطان. هذا إيش رأيك في العمارة؟ الله أكبر قصر شفته في حياتي. ترى مبني على مساحة رهيبة 142,000 متر. واو ما شاء الله. طبعا هو مقسم لثلاث أقسام. ذكر كان أظن مفروض أن الملك يعني القسم هذا أنه بس يسكن فيه الملك أو ما يستضيف أحد فيه شيء زي كذا. هذا القسم الثالث. أيوة. القسم الأول هو أكثر قسم مشهور. أيوة. هو اللي يعمل فيه المجلس ويأخذ فيه ويشوف استشارات مطالب الناس ويستقبل فيه الناس يعني عامة الشعب. في القسم الثاني حق الاستقبالات الرسمية، الأمراء والملوك والضيافة، وتعرف لو بيبغوا يجلسوا مثلا جايين من برا يجلسوا في غرف وحجرات زي قصر الضيافة. زي قصر الضيافة. القسم الثالث هو فعلا القصر، قسم الحريم اللي هو بيسكن فيه الملك نفسه. يعني زي مثلا عند السلاطين كان الحرم لك. صحيح. طب ايش النقوش هذه كلها؟ النقوش هذه نقوش أندلسية. فن عمارة إسلامي طبعا شيد في القرن السابع هو. طبعا يعني ينسب ليوسف الأول، واستكمل بعده ولده محمد الخامس في القرن الثامن. يعني كمل ولده في القرن الثامن. وفي له فن عمارة وقنوات. طبعا الموية اللي بتوصل للقصر بتوصل من التلال في أعالي الجبال. عملوا لها قنوات لين ما صارت توصل عند بهو السباع اللي هي النافورة اللي حواليها 12 أسد. طبعا أنا سمعت هذه القصة كثير. إيش قصة هال 12 أسد اللي حوالين النافورة؟ أيوه، هذه لما معمولة بفن هندسي رهيب. النافورة هذه 12 أسد معمولين على أساس تواقيت لليوم، يعني مثلا الساعة واحدة الأسد من الساعة كل 12 ساعة وهكذا إلى 24 ساعة في اليوم. الأسد عند الساعة واحدة يخرج الموية من وقت اللي خلاص لما تصير الساعة واحدة يبدأ يخرج الموية من فم الأسد على الساعة واحدة. الساعة اثنين خلاص الأسد حق الساعة اثنين يبدأ يخرج الموية، والأسد حق الساعة واحدة يوقف الموية من عنده. فكان فيها فن هندسي رهيب. الأجانب سبحان الله. الأجانب يعني في وقتنا الحالي كانوا مذهولين من هذه الهندسة. هذه الهندسة بالضبط. وسبحان الله يا سلطان كيف كانوا المسلمين زمان، كيف عندهم فن هندسة وكيف خطة وكيف أصلا يعني كيف بنوا هذا الممر حق الموية ومن الجبال القنوات الموية ولا وبتوقيت يعني كل ساعة، يعني كيف عرفوا يقيسون الوقت وكيف. صح. هذه يعني هذه من الفن. لكن الأجانب خربوها كالعادة، نزلوا تحت عشان يشوفوا كيف هذه بتتحرك، كيف الساعة هذه ماشية، السر حقها خربوها. بكرة وجهة جديدة، واللي عرف المكان اللي راحوا يرسل إجابته على STC 85104 موبايلي 66001 زين 701313.